صباح خير. شو ها؟ شايفك كأنك عم تكتم شعر. لا، عم حضر لفحص البكالوريا. لفحص البكالوريا؟ شو هدول روشيتات ما؟ لا شو روشيتات؟ ملخصات هدول تحسبا. تحسبا لشو؟ يعني ما بتعرف الواحد وقت الفحص بينعمى على قلبه بينساله شي كلمة شي بند. الضرورات تبيح المحظورات. إن شاء الله القريضة. هلكتنا بهالبكالوريا تبعك، كم مرة بدك تقدمها؟ رح تقلف فيها. بدي اقدمها 2000 مرة واسقط، حدا اخو مرائي، شو اللي زعجك انت آنسة افتكار؟ خلص بقى انت الثاني، خلص، ارضى بواقعك بقى، يا رجل، حاجة تحلم، ما بتسمع المثل شو بيقول؟ ارضى بالنصيب وارتاح للحبيب، ارضى. هلا هذا مثل، اسمع يا استاذ، في مقولة فحواها أن الجندي السيء هو ذلك الجندي الذي لا يطمح أن يصبح جنرالا، ومن لا يركب الأهوال لا ينال الآمال، ومن طلب العلا سهر الليالي، والعرب كلهم طول عمره مشهورين بالرماية. آسف خلاص يا فهمنا خربت. ايه صحيح تذكرت استاذ سعيد، بدي احكي معك شغلة بشأن المقولات تبعاتك. شبهوا المقولات؟ شو فيهم؟ شفتهم مقولات طريفة عم علقون؟ هي القصة. يعني اذا بدك تحكيهم احكيهم، انا ما عندي مانع، بس مو ضروري تعلقهم على الحيط. بلكي فاتت لعنا شي موظفة، شي مراجعة، شي مواطنة بتفكر حالها هي المقصودة بالحكي، مو هيك؟ انا معلقهم لاني لقيت فيهم شي طريف. المرأة يجب أن تكون جميلة، أما الرجل فيكفي أن يكون أجمل من القرد بقليل. أنا حاططهم فيهم شي بضحك مو شي بزعل. بتضحك الشخص الذي على حياد، بس إذا حس الشخص أنه مقصود بهذا الحكي ما بتضحك بنوب. اللي بتنخزه شوكته الله لا يقيمه هو وشوكته. أيها السائق رفقا بالخيول المتعبة. السلام عليكم. اهلين، شو مالك؟ تفضلي. سعيد تعال عاوزتك. لا فوتي اشربي لك كاسة شاي. ابن عمي تعال بدي احكي معك كلمتين. خير شو في؟ تعال ما بدي اياهم يسمعونا. تعال قلنا لك شبك كأنه في شيء مصيبة. تعال قلنا اجا بدر الدجا. لك خير شو في؟ حسام بالشرطة. شو عم يعمل بالشرطة؟ حاجزينه بتهمة تحرش. تحرك؟ لك تحرش تحرش. تحرش بمين؟ بمين يعني؟ ببنت. يا حبيبي بشر قوم العرايا اجاكم غير جديد، وبأنو قسم حاجزينه؟ بالقسم المركزي. طيب ماشي، انت تيسري على البيت وانا هلا بروح بشوف شو الوضع. بدك تأجلها لبعد الدوام؟ خذي اجازة وروح هلا. جمانة مشان الله تيسري انا بحل الموضوع. يلا بدك تستنى ليخلص الدوام؟ لك ما بدي اياك تشوفي المعركة اللي بدها تصير بيني وبين افتكار مشان الاجازة. تيسري ولا تكلي هم، انا بحل الموضوع. الابناء ياكلون الحصرم والاباء يدرسون. لمعوا اسناني من هالعيلة. ما في اجازات سعي. كل مرة بيجي ما بيلاقي حدا هون. هديك نهار بهدلني بهدلت الكلاب من تحت راسكم. بس هالمرة يعني في ظروف قاهرة، لازم تتفهميني منيح. ما في. كل مرة المدام بتتصل فيك او بتجي بتصير حضرتك بدك اجازة ساعية. يا ريت تفهمها للمدام انك موظف بالدولة مو عند حضرة جنابة. اسمعي انسة افتكار، حياتي الشخصية لا تدخلي فيها. أنا قلت لك بدي إجازة وبس. المدام دخنتها، خليها تتركك تشتغل عملك مثل العالم والناس. ولك حاجة شو عملتي؟ قضى
بدوتي هذا ونص لسان. انا عم اقول لك لا تتدخلي بحياتي الشخصيه، خلص بدي اجازه ساعيه وبس، ما لك دعوه تحكي معي اليوم. طول بالك ليتق لك عرق. الاجازات الساعيه ممنوعه. صحيح ما قلت لي شو الحجه اللي حاططها هالمره؟ لا حجه ولا شيء. ابني حسام بالشرطه بتهمه تحرك، مدري بمين متحرك. ربي مثل العالم والناس، ما فيكم شو الشرطه؟ لا تطعس وريلي مثل الليمون هلا بكربج وشي. اسمعي لاقول لك انا سيفتكار، حياتي الشخصيه صرت 100 مره قايل لك لا تتدخلي فيها، يعني من تدخل بشيء لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، واللي بتدخل بين البصله وقشرتها ما بتنوبه الا ريحتها. انت مهمتك توقعي لي على الاجازه او ما توقعي، ليش ما دخلك؟ لا دخلني انا اللي بتحمل المسؤوليه، واجازه ما في لو بتطق عيونك التنتين. خلص بقى يا افتكار افرطيها، الشغلة ما لها محرزة، يعني الرجال وماله مضطر ما كان طلب منك. شوفي شوفي المسكين عم يهني بالكلام، قال من تدخل بما لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، يعني غلط فيها. بعدين كراسي المديرية ما بتلقى بجوز هلا ينكسر فيه الكرسي، حرام عطيه بقى. بس تصير محلي بتقرر، بس طالما انا على هالكرسي انا اللي بقرر، وما في اجازات وما في اجازات. انت الحكي معك ما منه فايدة، احسن شيء روح شوف المدير هو بياخذ لي حقي. الله لا يحكم فينا مرة. خليه يروح يبقى حاله عند المدير، خلي المدير يعرف انه ابنه ماسكينه الشرطة. وانت كمان؟ وبعدين معك اينشتاين؟ ما بدك تقولي لي المدير هون ولا مو هون؟ ايه هون. شو بدك فيه؟ شو بدك تحققي معي انت عاوزه؟ عنده ضيوف. فوتي ناديله وقولي له استاذ سعيد عاوزك كلمتين. ليش شو بدك منه؟ لك يا عمي بدك تحققي معي، طيب ناديله وقولي له سعيد بلا استاذ سعيد، قومي ناديله. ايه ايه استاذ عاصم! استنى شوي. لك شو بكون؟ كله بدي افهم شو في شو القصة؟ لك شوفي يا سعيد شوفي ليش العياط؟ شوف استاذ عاصم، يا بتعينوا رئيس القسم ذكر، يا بتكب جريمة، يا بتنقلوني من القسم كلها. لك يا اخي انت ليش بتكره النسوان؟ شوفي بينك وبينه. لو كان رئيس القسم ذكر كنت نفضته بكس دميته وكسرت له منخاره وفكشت ايدي، بس هي مرة ما بقدر احكي معها شيء انا. معنى هالامور واصلة لحد بيناتكم. لك هم معقول يا استاذ عاصم؟ انا ابني بالشرطة وحضرتها متصنبعة هيك حاطة رجليها بالحيط وما عم ترضى تعطيني اجازة. ليش شوفي؟ شوفي بالشرطة. ليش انا بعرف شو القصة؟ ما انا بدي روح لافهم شو القصة، وبس اعرف شو القصة بجي بحكي لك شو القصة. ايه لك هالروح، انا بحكي مع افتكار. مثل ما عم فهمك ها؟ الشغل كله علينا استاذ عاصم، واصلة معي لهون. واسمعي لقلك، ما حدا عم يشتغل بالمديرية غير الدكورة ها؟ اشتغل يا شقي لهذا المتكي، لك كل الشغل علينا، ما عم يتحركوا، لك ما عم يعملوا شيء، اضرب حالي بالحيط. لك ايه بس خلص خلص، بعدين نحكي، ما بتطلع صرافتكم غير قدام الضيوف، يلا روح. ماشي. لا مالي زعلان، ليش بدي ازعل؟ اصلا في شيء مزعل؟ يعني لاني رفعت صوتي عليك وبهدلتك. لا عادي مالي زعلان، انا اصلا اندخلت بشيء ما بيعنيني، وعلى قول السعيد من تدخل بما لا يرضيه لقي ما لا يعنيه. ما هو حق سعيد؟ مو قصة يعنيك ولا مو يعنيك يعني، بس انا هذا الرجال بينكرزني، بتمنى يمرق نهار يا استاذ سهيل ما يطلب فيها اجازة ساعية. يعني هذا من المؤاخذة يعني، أنت شو فارقة معي؟ مو فارقة معي، شوفت بتنكرزني، أنا الود ودي ما يجي بنوب. طيب مدام أنت الود ودي ما يجي بنوب، ليش ما بتعطي إجازة وبتخلصي منه؟ ما بدي، بحب زله، كره قديم يا أخي. يعني في شيء لا سمح الله بينك وبينه؟ متجوز. يعني أنا قبل ما أعرف إنه متجوز ما كان شعوري هيك تجاهه نهائياً، كان بقسم تاني. يعني بدك يا للرجال يضل طول عمره عزابي؟ لا ايوه، شو يضل طول عمره عزابي؟ شو هالحكي؟ بس لما بده ينقي يعرف ينقي مثل العالم والناس. انا قلي شو اكره شي عليك يا افتكار؟ بقلك اكره شي علي الرجال اللي بزيد حاله هيك. حي الله. بس عدم المؤاخذة، مرته لسعيد ما شبه شي، يعني حلوة ومعلمة، بعدين مثل فيخ الذنب. بس بتتحكم فيه. وأنا قلي يا افتكار، شو بتكرهي بالرجل؟
الرجال بقول لك وقت بتكون مرته عم تتحكم فيه. أنا بكرة بالمستقبل لما بدي أتجوز إن شاء الله إذا قال لي جوزي اللبن أسود بقول له إيه أسود. لك آخ لك أنا يصح لي مرة وتستبد فيني ومستعد ما أطلع من البيت ليل نهار. دخلك في غير الرجال الغبي يلي بيطلع من بيت بيكون فيه مرة؟ بعدين قالوا لي شوفي شغلة برات البيت أحلى من جوا. عم تحكي حكي واحد عديم. مزبوط من جهة عديم عديم ليش لا؟ ليك شوفي نسوان حواليك عمل بإصبعك هيك بيكونوا صفوا قدامك. دخلك والوطن المعاشي ما بكون تحسبوا حسابه؟ أي مو ضروري دغري تتجوز، حب لبينما يصير معك مصاري بعدين تتجوز. من هالناحية مالي عديم منوب. أنا هلا حابب 10 دفعة واحدة. 10؟ الله أكبر الله أكبر. ليك تيسير إذا بتعيدها مرة تانية رح أطلب تشكيل مجلس تأديبي مشانك. طيب أنت شو عرفك إنه أنا؟ لأنه ما بعرف خطك أنا. شو غرام؟ يا ريت لو غرام كنا مرقناها. رسالة خيال فانتازيا بس لا تاريخية ولا علمية. أنت واحد مختل. صاروا 9. هلا لا تعلي لي قلبي سيد سعيد، أكثر من شوف ما بقدر، بدك تشوفه تفضل أهلا وسهلا. تسلم معلم، بس أنا باخده بنيمه بالبيت والصبح بجيب لك إياه. ما بقدر. ابنك مو عامل شجار حتى غض الطرف. ابنك متهم بالاعتداء على العرض، تعرف شو معنى الاعتداء على العرض؟ وهي قديش محكوميتها؟ يعني بدك تقول من 15 يوم لثلاث سنين. الله لا يوفقك. حسب التهمة اللي بتوجه له اياها المحكمة. طيب ما بنقدر نلفلف الموضوع قبل ما يوصل للمحكمة؟ في خد لك كيليين حلو ومزهرية وروح ترجى الجماعة بركي بيسقطوا حقه، هذا هو الحل الوحيد. طيب إذا ما سقطوا حقه؟ مثل ما قلت لك من 15 يوم لثلاث سنين. إذا مجرد تحرش راح فيها 15 يوم. أما إذا كان محاولة اعتداء على العرض أو اعتداء راح فيها 3 سنين. طيب حسب المحضر اللي عندك شو؟ 3 سنين. الله لا يوفقه. شو؟ الله يصلحه ويهديه. لك ابنك متسلل على البيت لجوا واحتمال ينضاف جريمة دخول البيت بشكل غير مشروع. لك أنا بعرفه ابني ما بيعمل هيك شيء. لك ما حدا بيقول عن زيته عكير، كل الأهل بتقول عن أولادهم أبرياء، بس مع الأسف هيك جرائم عم تصير. طيب بقدر شوفه؟ تقدر يا وليد. نعم سيدي. خده لعند ابنه. حاضر سيدي. كتر خيرك. الله معك. حسام النايحة. حاضر. زيارة. بابا الله وكيلك أنا بريء. على شو أحلف لك إني بريء؟ بابا تطلع فيي بريء أنا ماني عامل شيء. ألف مرة فهمتك لا تدخل بقصص النسوان قبل ما تصير تفهم عليهم. بتعرف حالك مع مين علقان هلا؟ بابا أنا لا تدخلت ولا قرشت حدا، ما عملت شيء. قالت لي فوت قمت فتت. هلا سألت لك فوت بتفوت. طلبت مساعدتي نختني من جوا، قال فلتاني عند الحنفية قمت فت أنا بس ركبت لها الجلدة. لا تبكي، شد حيلك الحبس للرجال شباك. ابن النايحة أنت. بابا بس هدول جوا مو رجال، هدول كلهم سرسرية وزرقاء. عفوا عم يحكي معي. بابا على كل حال حسوب حسابك بجوز تطول هون. شو طول ما طول؟ إذا طول هون بجن، إذا بنام ليلة واحدة بجن أنا بموت. لك شو لمسة نبيلة طالعك؟ بجوز تنام هون، حط أسوأ الاحتمالات. طيب ماشي بابا، لا تروح هلا، فوت عود معنا شوي، اشرب لك شاي هيك مع الشباب. تضرب على العزيمة شو؟ عفوا عم بحكي معه، بدك شي بابا؟ سلامتك بابا. اخي الو عم له السلام عليكم. الله معك بابا. قوم سوي شاي ولا؟ تحرك! امرك معلم؟ شفته؟ اطمنت عليه؟ لحمست له على شعره، قلت له كغي. شفته، بس القصة اللي عم يرويها ابني غير القصة اللي انتو عم ترووها. بعرف، عم يدعي انه هي اللي استدرجته للداخل، مكتوب عندي بالمحضر. طيب ليش صدقتوها إلها وما صدقتوه إله؟ لك نحن ما منصدق حدا، نحن عنا معطيات وعلى ضوءها منقرر، أقوال الشهود كلها ضد ابنك. ماشي لا تضوج، روي، ممكن تتكرم علينا وتعطينا عنوان أهلها للبنت، بلكي منحل الموضوع بالتراضي. ممكن. بس أنا من هلأ بحذرك أي تصرف أرعن بحطك جنبه.
لك حكيني باحترام شبك، انا مواطن بهالبلد ومحمي والقانون بيحميني. لك رح يصير عمري 50 سنة لسا بتقلي ارعد وما ارعد؟ عم اقول لك بلكي منحل الموضوع بالتراضي. تراضي ايش يا تراضي ايش؟ بالعرض ما في تراضي، منيح مني اللي عم استقبلك ببيتي. يا سيدي فضلت على راسي، بس يعني شو بتستفيد اذا الولد انحط بالحبس؟ بيتربى. لا تغلط يا رجل، هذا الشاب لساته باول عمره، امبارح بالضبط دخل سن الرشد، بيهون عليك يستقبل شبابه وهو بالسجن. خليه يحرم يعتدي على اعراض الناس. ايه بنتك اللي قالت له فوت. كذاب، بنتي اشرف من اللي خلفه. تسلم. موجب يعني عدم المؤاخذه، لو ربيتوه هو كان صغير كان ما عمل هالشغلات. شوف ابو شو بلا صغراء. اخي شو بدك بابوه؟ ابو فلنطاح. اسمع ابو فلنطاح، انا رجال ضويج واذا ضجت بساوي شيء ما بيعجبك. ها قول حبيبي قول، شو بدك تقول؟ قول اللي بدي اقوله، انه اذا ابني الحبس وضاع مستقبله بحرق الاخضر واليابس انا. مثل ما انت خايف على مستقبل ابنك، انا كمان بيهمني مستقبل بنتي. ايه بس يا اخي يا ابو فلنطاح، الحبس ما بيحل مشكله، لانه الولد اذا انحبس جوا وصار مجرم اكيد رح يطلع ينتقم منك ومن بنتك. ايه بيرجع وبيحطوه بالحبس مره ثانيه. ايه بيكون تعود وما بتفرق معه، بتصير حريته جوات الحبس. ماشي، انا رح بكون احسن منكم ورح بسقط حقي، بس على شرط. شو هو؟ تأمنوا لي حقوق بنتي. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني انت شفت بعد اللي صار، البنت بارت، ما عاد حدا ياخدها. شو هالحكي؟ غلطان انت، الف ابن كلب الف ابن حلال بيتمناها. اخي انت لا ترش على الموت سكر، بعد الحادثه البنت بارت. بارت يعني بارت، انا عم بحكي انه بارت. والحل يعني شو بنقدر نساوي هلا؟ والله ابنك يتجوزها. يتجوزها ابني؟ هذا لسه ما فاس عن البيضة. هذا اذا لهلأ بجوع بيقول له ماما نيني، شو بدي شوجز فيه انا؟ شو بدي شوجز فيه؟ معناتها بتعطوها مبلغ لأمن مستقبلها، لأنه أنا مو دايم فوق راسها، بدي أمن عليها قبل ما أحط راسي. وشو المبلغ المطلوب لحتى تأمن عليها قبل ما تحط راسك؟ يا بتشتروا لها تاكسي تضمنها، يا بتلاقوا لها بيت تأجره، يا بتدفعوا لها فلوس. يا حبيبي إجا المتعوس لعند خايب الرشا، أنا لو معي حق تاكسي كنت تركت الوظيفة وما كنت شفني عم بشتغل شوفير بعد الظهر. أنا ما عم بجبرك، في الحل الثاني. على راسي يا أبو فلطح، فلطح راسي، أعطيني وقت فكر. معناها فكر. بشو بدنا نفكر؟ كل حل أسوأ من الثاني. وأسوأ الحلول هو الحل الثالث، إذا حكموه شي 3 سنين سجن. وبركي حكموه براءة. لك منين بدهم يحكموا براءة؟ التهمة لابسته لبس وكابسته كبس. احتمال القاضي يشفق عليه ويحكمه براءة. لك يا جمانة، القاضي قدامه محاضر وتحقيقات بيستند إلها، شو دخل عواطفه بشغله؟ مستحيل نقدر نأمن المبلغ اللي بدهم إياه. من وين؟ معناتها ما في قدامنا غير الحل الثاني. نجوزه؟ مو أحسن ما يتعقد بالحبس 3 سنين؟ سعيد أنت شو عم تحكي؟ الولد لسه ما طبق 18؟ بسيطة، منجوزه شهرين زمان مخليه يطلقها. وبركي سمرت هالشهرين زمان إجاك توم أحفاد. يجيب أحفاد؟ شو عم تحكي أنت؟ نحن شو شغلتنا؟ منربطه هون لا منخليه يشوفها ولا تشوفه. لا مو حلوة هيك، منكون عم نضحك على البنت. البنت بتستاهل مو بس نضحك عليها، بتستاهل تنحبس لأنه هي السبب. طيب يلا قوم لنروح. لوين؟ نروح نطلبها. لك عيني الشغلة ما بدها طلب، أبوها مجرد ما نحن وافقنا بطج حافره وبيختم بالموافقة. حابة أتعرف على كنتي. على مين؟ كنتي. عملت وعين العقل، منه الولد بينضب وتبطل عينه تزوق، ومنه البنت بتنسدل. ومنه بتتكرم علينا وبتسحب الدعوة. لا، منكتب الكتاب بعدين منسقط حقنا. لا، لازم يكون في ثقة بيناتنا، صرنا نسايب، ما رح نسحب كلامنا بعد ما تسحب الدعوة. أنا ماني خايف إنه تسحبوا كلامكم، أنا بدي إياكم توافقوا على الشروط التالية. شروط إيش؟ لك إيش بعرفني إنه تكونوا موافقتكم لعبة بلعبة، تجوزوهم شهرين زمان وبعدين تطلقوهم. شو الحكي؟ الله يسامحك انت قايلتي له. شو يعني؟ ليش لحتى نعمل هيك نحن؟ يعني في مليون سبب وسبب عدلك يا هو. لا خلص لا تعدلي شيء. شو الضمانات اللي بدك اياها؟ مقدم ما بدي ولا فرنك لحتى ما تقولوا عني طمعان. موجب. شو هالحكي؟ بس بتسجلوا له مؤخر 500,000 ليره اذا صار طلاق. ماشي، نحن هلا بنتيسر بنفكر وبنردلك خبر. لا 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 عدو،
هاي مرتك معك، شاورها ورد لي خبر. بس تتفقوا نادوليها. شو جمالها؟ كأنه عم يقرأ لنا أفكارنا. نوافق ولا ما نوافق؟ إذا وافقنا ما رح نقدر نخلص منها كل حياتنا. وإذا ما وافقنا بيلحش ابننا بالسجن 3 سنين. شو قصدك؟ قصدي يعني المهم هلا نأمن خروجه من السجن، وبعدين بنلم له المتأخر على مهلنا. طيب، الرأي رأيك. ماشي. أبو سعاد! رد لي ابني. شو اتفقتوا؟ نحن موافقين. ممكن نشرب القهوة من إيد كنتنا؟ تعي لي مغضوبة، تعي. الله يرضى عليك، ضيفي ما تعمك القهوة. هاي سعاد؟ إيه نعم. قوم سعيد قوم، خلي حسام ينحكم قدام وما بجوزه اياها. عدي ما بعود، الوضع كله مو عاجبني. قعدي. معليش ابو سعاد، هلا بتفاهم معك. عمو خليها القهوه، هلا بنشربها عن اذنك. يكون بعلمك. انا حقي ماني ساقطه لو دفعت لي 1,000,000 ليرة. خلص روي، عم اقول لك طول بالك. روح. جمانة شو عم تعملي انت؟ بدك يانا ناخذ وحده لابننا اكبر منه؟ ان شاء الله صدقتي انه رح نخطبها عن جد نحن. طبعا صدقت انه رح نخطبها عن جد، لكن عن مزح بمأخر 500,000 بحياتها ما بتحل عنها. إيه بس ابنه بهالحاله بالحبس 3 سنين. خليه ينحبس 3 سنين احسن ما ينحبس مع العمر كله. شو عم تحكي انت؟ اذا ابنك انحبس يا خانو معناته رح يتحول للص او قاتل او سفاح. تخيلي انه ابن النايحه سفاح. يصير خليه يطلع يذبحهم كلهم. انت بعقلك ولا مو بعقلك؟ بعقلي، بس ما بخليه يتجوزها لو شو ما صار يصير. اسمعي يا خانو، اذا ابنك بده ينحبس معناته رح يقضي عمره كله بعدرا، ولحقي له بقى فراريج وفاصوليا حب وصفيحه. لكن الاسعار جوا بتكسر الظهر، ما عندك فكره عنها انت النوب. هي اذا ما علقوا له مشنقته. وليه؟ تخيلي انه ابن النايحه يدندلو. ما بعرف، ما دخلني، روح اتفق معهم. حليناها. ما في اتفاق، بطلنا نتجوز، ما عندنا بنات للجواز. طول بالك ابو سعاد، المخلوعة عصبت شوي وراضيناها، زعل نسوان. انا بتهمني بنتي، انا تنازلت ووافقت رأفة بابنكم، بس بعد اللي صار ما في ضمانات. هلا انت من شو خايف؟ لك يا اخي تبهدلوها وتزلوها طول عمرها. بابا يزلوني، يبهدلوني انا قبلانة. بركي سمموكي مشان تخلصوا منك. شو سمموكي وسمموك يا رجل؟ عم نعمل كل القصة لنطلع الولد من حبس، مو مشان نرتكب جريمة أبشع. أصبح لك أن خلوني اختلي بحالي وشاور عالي. فوتي فوتي لبعي فوتي. يا حبيبي رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. إنه فهميني، شو توك هذا البنت؟ ليش ما عجبتك؟ أكبر من حسام، بدك أكتر من هيك توك؟ طيب من ناحية الحلاوة حلوة؟ يبعت لها قتلة حلوة. يا أخي يا أبو زهير، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ حتى لو كانت حلوة معقول يعني متجوزها لحسام؟ حسام صغير. أنا ما عم أقول مشان نتجوزها، أنا لازم أدرس جميع حيثيات الموضوع. حتى لو بدي أحفر الأرض بدي أدبر مصاري، ولا بخليه يتجوزها، نحن ما بدنا لزق فرنجية. ماشي ماشي الحال مرتخي. شوفي بالنسبة للمصاري ما تهكلي هم، أنا قايم 25,000 مشان جواستي، بأجل العرس، وأخي أبو زهير بتبرع ب 25,000 كمان. من اللي يا حصرة؟ ما معي منوب، انفضني على الكهربائي ما بنزل مني فرنك. لا يا حيف عرجال يا أبو زهير، معقول؟ تخلى عن ابن أخوك؟ لو معي ما بقصر ما بقصر. لا يا سيدي معك، قدامي ها، قدامي أبط فروغ المحل 300,000 ليرة. راحوا 300,000 ليرة، الله يرحمهم. راحوا. لك وين بده يروحوا؟ محل ما بتروح المصاري، راحوا تدخل المصاري للجيبة بتروح. علاء يا علاء. تعال مي تعال، هذا ابو نورس جاي يسلم السيارة لابوك، روح قل له انه ما له هون. اذا سألني وين وشو قل له؟ قل له ابي بالمخفى. لك لا تقول له شيء، مو ناقصنا فضايح نحن. ايه اذا سألني بقول له مو ناقصنا فضايح نحن. يلا يلا. وانت شو بكي عم تحوصي هون؟ ما تفوتي تدرسي؟ كيف بدي ادرس وحسام بالسجن؟ شلون ما كان؟ يعني ما رح يأجلوا لك فحص البكالوريا لأنه أخوكي بالسجن؟ حسام؟ يا رب بتطلع منك يا حسام. أهلين أبو نوراس. يا أهلا وسهلا. هو أبوك نايم؟ لا ما نايم أبي، بس لسه ما إجا. خذ مفتاح عطيه وسير مع بيبي بنزين. ليش ما بيبين بالعداد؟ ما بطل العداد.
ايوه قول الله ابو نوراس. اهلين ابو نوراس. مستعد اتجوزها بابا. يا بابا حتى لو جوزناك ياها رح نجوزك ياها شكليا مشان ما نورطك نحن. ليش شكلي؟ الواحد اتجوز بالجواز، خلي كل شيء ضمن الاصول. لا كانك عم تستنى هالجوازه لتكون معتدي على المخلوقه عن جد. اعوذ بالله بابا، انا ما بعمل هيك شغلات. بس انا عم بقول هالحكي مشان ما اكلفكم دفع المصاري كثير. اي لا ما بدي اياك تضحي انت، لانه ان جوزناك ياها بدنا ندفع لو متاخرين، وان ما جوزناك ياها بدنا نطقهم كاش. يلا يلا لسه ما خلصتوا؟ خمس دقائق بس بمعيتها. بكفي. ما بدي المساجين يقولوا في خيار فقوس، صار لكم نص ساعة، خلص الفروج. اترك له الفخاد، اترك له الفخاد، خلاص. طيب بابا الله يخليك، المرة الجاية إذا قدرت تجيب لي معك كتب البكالوريا بدرس هون. هون بدك تدرس؟ إيه هون بدرس. ليش المساجين بيخلوك تدرس؟ عادي صار في كذا واحد من رفقاتي. شو رفقاتك ولا بدك ترافق لي مجرمين بآخر العمر؟ بابا ما بيقولوا إنه ياما في الحبس في مصاليم؟ إيه. مدري ياما بالحبس. يلا خلصونا، ما خلصتوا؟ إيه يلا خلصنا، مسيك بابا، مسيك. سيد وليد من بعد اذنك بدي اسالك سؤال. سؤال؟ انت شلون اخذ رخصه طابيه ثانيه؟ عم مثلهم هذا خاطركم. الله معك بابا، سلم على ماما. انا ما عم اتهرب يا اخي، لو معي ما كنت نكر، شو مصلحتي؟ يا ابو زهير يا ابو زهير بطل لي المخاتله تبعك، مو معقوله، يعني معقول تكون صرفت 300 الف ليره من جمعه لهلا؟ خلاص منصور بالقوه ما بدنا اياه يدفع حتى لو كان معه. لا اذا بتريدي مرت اخيها بزعل هلا كثير بزعل، لا تحكي كانه معي وعم عز عليكم. لا انا ما عم بحكي هيك، بس لو واحد من اولادك صار له شيء كان سعيد قتل حاله قدامكم. وين راح اقتل حالي قدامكم؟ ليش مين قال لك راح اكون حيادي وضل حيادي؟ وشو راح تعمل يعني اذا ما دفعت مصاري؟ انا راح حل الموضوع على طريقتي. شو راح تساوي يعني؟ راح تكتب حجاب؟ اذا ما في شيء بين حسام والبنت ما بتكونوا الا رضيانين. شو بدك تعمل؟ خلينا نفهم. انا راح امسك المفاوضات مع ابوها للبنت، لانه انت وسعيد ما بتفهموا شيء، يعني عدم المؤاخذه غشمه. شو ما قالوا لكم بتقولوا ايه. بس ما بتاخذ ولا قرار من ورا ظهرنا. لا تخافي، ابو زهير النايحه ما بياخذ قرار من ورا حدا. مساء الخير. مساء النور. طمنا. الجماعة عم يفكروا. اعطيني عنوان الجماعة. مشان شو؟ انا بدي احكي معهم، اليوم بدي احل لكم الموضوع. شلون؟ انت ما دخلك، اعطيني العنوان ولا كلمة، خلص انتهت المقابلة، انتهت. انتهت المقابلة. ابقى اعطينا المباشر تبعك زكاتك. لك علاء؟ شو؟ ادعس لك شوية بنزين. بعدين ليش هيك خايف هالقد؟ أنا ماني خايف، لا تقول خايف، أساساً ليش لحتى خاف؟ كل شيء تمام، بس أنا حريص ما بحب أعمل حوادث. ما بتحب تعمل حوادث؟ طبعاً. معناتها ما بتعرف تسوق نوب. طيب لك شغلة؟ شو؟ نزل أنت وأعطيني أنا بكمل السواقة عنك. شو عم تحكي أنت الثاني؟ لا معلش، كل شيء بينعار إلا المرأة والسيارة. طب معناتها ادعس لك شوية بنزين؟ بدعس بنزين ها؟ ايه دعس بنزين. ايه على تحدي؟ تحدي. ايه تحدي. ماشي يلا انطلق يا علاء. فوت فوتك. انا عندي ثقة بكلامك، بس يا اخي بدي ضمانات. يا ابو سعاد مو جاييكم من هالمطمطة والعي الفاضي غير الفضايح، اندهلي للمحروسة شوي. يا سعاد، سعاد. نعم بابا. تاي عدي معنا تاي، معلش ابو زهير قد ابوكي. يا انس سعاد، انا بدي اسالك سؤال ورجاء جاوبيني عليه بصراحه. تفضل. حسام ابن اخي نال منك شيء؟ لا
لكن ليش بدكم تلزموا الولد فيها؟ مين بده ياخذها بعد ما شوهوا لسمعتها؟ الف واحد بتمناها، اما اذا رزقتوا اياها لا هي رح تكون مبسوطه معه ولا هو رح يكون مبسوط معها. انت بتحكي هيك مشان ابن اخوه، بس العالم ما بتفهم. طيب شو رايك اذا اجاها العريس المناسب اليوم قبل بكره؟ ليش حدا حاكي قدامك؟ هلا انت شو دخلك؟ اترك الامر على ابن النايحه. اذا صار هالشي انا ما عندي مشكله، انا مو غايتي اخرب بيته لابن اخوك. معناها محلوله، من بكره الصبح بتروح بتسقط حقك. بص ولا كلمه، خلص انتهت المقابله. لك بنتي ما بتملي من التلفزيون ليلا نهارا قاعده مقابله. طيب شو طالع بالتلفزيون؟ ماني شايفه شيء. امي بعرف هذا وثائقي، بعدين بيطلع مسلسلي عم بستناه، هذا تبع قضوي عرفتي؟ قلتي لي مسلسل قضوي؟ هذا ضل فضائيه محطته، لك ضل ارضيه محطته، وكلها هاتوا نازل لي على هز، انا صرت شايفته 20 مره. ايه معلش انه يطلع 20 مره، كان عم يطلع على المشفره، قتلنا حالنا على ما يطلع على المفتوحه، يطلع قد ما بده. طيب وفاتوره الكهرباء يا مو؟ امي انت عم تدفعي شيء من جيبتك؟ كله انا عم بدفعه من راتبي، ما عم اقرب لك على تقاعديه ابي. يا بنتي انا زعلانه لانه انت عم تدفعي من جيبتك، بدل ما تدفعي حق مي وكهرباء روحي اشتري لك قطعه ذهب هزي فيها مثل ما انا بهز. هزيت لشبعت، ما عاد بدي ذهب. وينك؟ مرت فارس ابن خالتك عم تعمل تحاليل وطلعت ما بتجيب اولاد، بركي ان شاء الله لبين ما يعتمد ويطلعها بيكون طمع فيكي وخطبك وصمتي لك قرشين واشتريتي لك بيت. امي ما بدي، بده يتجوزني على طمع، ما بدي انا جاي على بالي اتجوز على حب. مين بده ياخذك على حب؟ اولا اسباب استعماريه، اسباب استعمار بحق، اسباب حاجه تهزي بابا خيلتيني الله يرضى عليكي، اسباب استعماريه بسبب حاله العداء، اسباب حاله العداء بسبب حاله العداء بين فرنسا وانجلترا، بعد نشوب بين انجلترا بين فرنسا اسباب استعماريه بسبب حاله العداء بين انجلترا وفرنسا بعد نشوب لك حاجه تهزي بابا بعد نشوب الثوره الفرنسيه. ثانيا اسباب تتعلق ب انه ان فرنسا تريد اعاده بناء بابا حاجه تهزي، اعاده بناء امبراطوريتها الاستعماريه. شلون يعني؟ اذا اجاك هذا السؤال بالفحص بيمشي حالك. شفتي بابا الواحد بيقدر يدرس بدون ما يهز راسه؟ بتسقط. لا ليش مو مزبوط ولا كلمه، بدل ما تحط الاسباب السياسيه حطيت الاسباب الاستعماريه ونسيت تحط السبب الثالث يلي هو احوال مصر المشجعه على غزوه. حافظهم انا بس هي عم تهز نسبت اياهو، عقلي مو معي بصراحه، اللي راسه عند الرواز ما بينام الليل. هاتي اعطيني هالكتاب لقلك شو مانا. هاتي تعي بابا هزازه يرضى عليكي. لك اثبتي لك شوي، خدي لخصيلي هالدرس على اوراق صغيره تحسبه. انا علمي يعني حتى لو فضيت ما بفضى. حاجه تهزي واسمعي عم قلي، يعني اذا كنتي علمي ضروري تكوني دب الادبي. خلص انتي لخصي لي الدرس، حطي لي رؤوس اقلام بس. خلص سعيد، البنت عم تقول لك حتى اذا فضيت ما بتفضى، يعني يا دوب تلحق دروسها، لا تحملها فوق طاقتها. لك شو فوق طاقتها يا جمانة؟ انا ما عم بطلب منها تترك دروسها وتتفضلي، انا عم اقول اذا ملت وحبت تتسلى بتكتب لي اياهم. خلي علاء يكتب لك رشيتات بابا، متعود. اول شيء هدول مو رشيتات، ملخصات هدول، وثانيا لا بقى تهزي شلشتيني عم قلي. قومي نادي له. ماله هون، بيكون عم يدرس عند رامي. وليش عند رامي؟ يعني هنيك بيستوعب اكثر منه؟ قال عامل خيمه على السطح، يعني ابرد. ابرد له. اولا اسباب استعماريه، اسباب سياسيه، وتعود الى حاله. مساء الخير عمو. اهلين اهلين عمو. كيفك؟ الحمد لله. علاء هون؟ علاء؟ ليش مو عندك هو؟ على اساس على الخيمه ابرد له على الاسطوح. عندي؟ ايه بس شو عمي ابو حسام؟ بصراحه ما بعرف شو بدي اقول لك، بس علاء
شو علاء بالشرطة؟ لك شو عم يعمل؟ ما بيعرف انه الزيارات بالليل ممنوعة؟ ايه بيعرف انه الزيارات بالليل ممنوعة بس هو مو لعند حسام راح. لك قال شو؟ علاء محبوس. لك اللي بلغك مخربيط، هذاك حسام اللي محبوس مو علاء. ما حدا خبرني، ما حدا خبرني. أنا كنت أنا وياه. وين كنتوا؟ كنا عم نكسر بالسيارة أنا وياه. فقام ضرب رجال لزقوا بالحيط. بس وين لزقوا؟ بالحيط. الرجال ما بعرفوا وين ماتوا. وعلى أنه حيط لزقوا. حيط لزقوا. أنه سيارة كنتوا؟ سيارة التاكسي اللي حضرتك عم تشتغل عليها بعض الظهر. وبالحيط. وبالحيط. وضرب الرجال. ضرب الرجال. وعم تكسر. أسباب استعمالي. ألف مرة صرت قايلت لك لازم تقعد مع الأولاد، يعني ما عندهم إحساس بالأسرة بنو. ليش أنا مو جاي على بالي أقعد معهم ولو ساعتين ثلاثة؟ مو ضروري تشتغل على التاكسي كل يوم، خليها يوم أي يوم لا، على القليلة عطل يوم الجمعة. لك شو يوم أي يوم لا وعطل؟ أنا هيك وما عم لحق لكم أكل وشرب ولبس وأدوية ودكاترة، عم بركض ركض الوحوش وغير رزقي مع محوش. أنا بشتغل بعد الدوام كمان، بعطي دروس خصوصي. لك حتى لو انت اشتغلتي ما بصير انا بطل، لك يا دوب يكفونا اللي عم نطالعهم. انا صفيان مثل عكاسة الاعمى، بقوم من جورة طب بجورة. احمد ربك انه اولادك مربيين. اوعى اوعى تقول لي اولادك مربيين، لك يا ظالم. اثنين بنفس النهار كل واحد تهمه شكل. لك لو القانون بيحاسب المسؤول الاساسي انت اللي لازم تندك بالسجن مو هني. اذا القانون بيقبل انا ما عندي مانع، انا ما عم بنفي مسؤوليتي. الاول صدقناك وان عم يفتروا عليه، الثاني عينك كنت عينك، الرجال ماشي بامان الله رايح على شغله وحامل صفر طاسه، بيوم ابنك بيطلع بالسياره وطج بيلزقه بالحيط. المهم هلا شلون حالته؟ لو كثير بتهمك حالته ما كنت سمحت لابنك يطلع بالسياره. انا ما سمحت له، أخذ السيارة بدون ما أدرى. هلأ خلصني شو بدها؟ يعني إذا كان في إمكانية شوف فلزة كبدي ابني. بكرة الصبح بتشوفه، ماني على استعداد فيق لك كل أهل القاوش مشان تشوف ابنك، ما بكفي زعجتني وفيقتني من نومي. طيب فيني شوف محمود زهرة صاحب السيارة واعتذر منه؟ بعدين بتعتذر منه، الكل نايمين هلأ. طيب بتنصحني روح لعند الرجال اللي خبط ابني ولزقه بالحيط اطمن عليه بالمستشفى؟ لا ما بنصحك، لأنه الرجال حالته خطرة، وإذا كان حدا من قرايبينه هنيك بيدبحها. ليش حالته خطرة كثير؟ يعني بدك تقول هيك بين الحياة والموت. الله لا يوفقك. شو؟ الله لا يوفقك يا علاء على العملة. لك يا ظالم ثلاث تكسور بالجمجمة، نزيف داخلي، هذا ما عدا الكسور الفلاطة. ادعي له، ادعي له ما يتيتم أولاده ثلاثة بسببك، ادعي له. الله ياخذك. شو؟ الله ياخذ بيده. ما عم يجيك نوم ما هيك؟ شلون بده يجيني نوم؟ أنا ما بعرف إذا الرجال عايش ولا ميت. لك أنا اللي بتفهمه، بس انقبرت وأخذت السيارة انقبرت وسقت بدون شهادة، شو ضربك على قلبك وطالعك على الصيف؟ أنا آسف عمو محمود. يا عم الدبب، لك أنا الدبان إذا بتهدي على مناخيري ما بقول لك إيش مشان ما تشتكي علي، بحياتي ما فت هيك فوتي. خلص عمو محمود آخر مرة، المرة الثانية ما بطلع على الصيف. لك تنام أنت ويانا برولا، برقبتي جريمة سطو، لا تخليني أعمل قتل. انت ضاربك العمى شلون بتطلع على الصيف؟ كان في قطه صغيره قدامي عم تقطع الشارع، قلت لحالي حرام افحص القطه، حيدت عنها طلعت على الصيف عم فحص الرجال. انقبرت شفتها انقبرش حاط فريم، يعني انقبر صف على اليمين الشارع فاضي، ما بصير الا تنقبر تنط على الصيف وتفحص الرجال. اوه علينا بدكم تنقبروا تسكتوا ولا بقوم بكتم انفاسكم؟ سكتنا سكتنا خلاص. فتت تعمل عند البنت؟ قال بدل مين يصلح لها حرفية المي فتت. لا
ليش هيك عملت معك؟ ما بتعرف؟ شو معرفني؟ بس يعني على كل مشكلتي بتضل اهون من مشكلتك. انت اذا مات الرجال يا مشحر شو بيصير بحالتك؟ رح اتعقد كل عمري. ان شاء ما تنقبر تتعقد كل عمرك. ابقى انقبر تطلع قدامك. لما بتنقبر بتاخذ سيارات العالم. بدكم تنقبروا وتناموا ولا قوم تلا فيكم؟ تمييه. نعم معلم. خراس. حاضر. شو ما في باب يندق؟ عدم المؤاخذة مشلوش، برجع بدق الباب بفوت. لا تفضل احكي. بالنسبة للمريض اللي عامل حادث، هذا اللي كان ماشي على اليمين مرق السيارة طرقته زدته على الشمال لزقته بالحية، شو وضعه؟ قلنا لكم جهز محل الخطر. ما فيك تشرح لي بشكل تفصيلي أكثر. شو بدي أشرح لك؟ مين حضرتك أولاً أخوه؟ لا، أنا أبوه للولد اللي زدته من اليمين على الشمال ولزقه بالحيط. ولك ما بعرف شلون لك عين تجي على المستشفى. واحد مثلك ما فرجيني خلقته لبعد ما يفوق إنه الغيبوبة على الأقل. عدم المؤاخذة شو حكينا يعني؟ نحن بس من غيرتنا عليه يا ماشي على رجلين، ما بتعرف شو مقدر عليه، كله أمر الله يا أخي. شو قضاء وقدر القصة؟ بعدين ايش عم حكيني هيك؟ شو مجرمين نحن؟ موت ما رح يموت إن شاء الله، بس رح يضل طول عمره عميدة عليك. الله لا يوفقك. نعم؟ عفوا قصدي ابني اللي ضربه من اليمين للشمال ولزقه بالحيط. 90% هذا المريض اللي لزقه ابنك على الحيط رح يضل طول عمره مكسح. وال10% الثانيان؟ ال10% الثاني احتمال انه يرجع مثل ما كان. يعني بعيدك دكتور، ما في امكانيه هذا، بدنا الارقام. بصير 90% يرجع مثل ما كان و10% تكرسح ونحن رقبتنا سداده. اذا شو يعني جاهز لكل شيء؟ يعني قصدي اذا ترتبت اي مبالغ اضافيه رقبتي سداده ديبك انا. شوف يا اخ سعيد، بس الله وكيلك ماني سعيد بالفوتي على المستشفى منه. شوف يا اخ سعيد، انا طبيب مقيم. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه ما معي ايجار بيت. تعرف ليش؟ لا ليش؟ لاني درست طب مشان اعالج العالم، ما مشان اعمل وراها ثروه. لك احييك احييك احيي كل الشرفاء بالوطن اللي مثلك. لك العرب طول عمرهم شرفاء، مشهورين بالسباحه والرمايه وركوب الخيل والشرف. الله حييك. بس يعني انا قصدت فقط اذا كان في اي ترتيبات ماليه بتساعدك، لازمك شيء، رقبتي سداده. ما راح اترتب ولا لازمني شيء. لو سمحت غادر الغرفه. لا شباب، انا مو قصدي شيء. يعني المتدول اللي بشوفك بعين شوفه بعينتين، نحن حابين نخدم بس. بعدين نحن عندنا كرامه لو سمحت. وانا لي كرامه؟ جاي لهالغرفه ترشيني؟ تفضل غادر الغرفه. طول بالك شباب. تفضل اطلع لبرا. لك خير خير. شو في شباب؟ تصور الاخ جاي يدفع لي مصاري مشان اعالج المرضى، لك جاي يرشيني. لا دكتور مازن ما بيتعامل بهالاساليب بنه. الله يسامحك دكتور، هو فهمني غلط. انا شوي ضميري عم يعذبني مشان الرجال اللي ضربوا ابني وزدته من اليمين للشمال ولزقوا بالحيط، شاعر بالذنب مشلوش. ما كان هيك قصدي انا. بسيطه بسيطه. دكتور مازن معلش تتركنا شوي، انا بتفاهم معه. شرف. وخذ باب طريقك اذا بدك. تفضل. يا سيدي انت عم تفكر مزبوط. شلو؟ الرجال بده اهتمام، والاهتمام بده مصاري، هون ما راح يهتموا فيه. شو بنعمل يعني؟ إذا بدك يا فلنج طالعوا منه. لوين بدي أخده؟ مسيك هاي البطاقة واتصل فيني، يا تعال عندي والأفضل تجي وأنا بشرح لك. لك أحييك أحييك أحيي كل الرجال الشرفاء اللي مثلك بالوطن. كتر خيرك حكيم. يا أهلا مع السلامة، الله معك، شرفت. شو صار بالعقار؟ مشي حاله؟ ايوه، قمت لي نسبتي؟ ماشي. يبعث لك حمى انت وشعراتك مثل شوايات الذرة. خير؟ ليش باعت وراي؟ صباح الخير بالقليلة يا آنسة. صباح الخير. كنت بدي احكي معك مشان سعيد. شو بو سعيد؟ يعني يا حبذا لو تخفضي له العيار شوي. عيار شو؟ يعني مشان الاجازه الساعيه امبارح لو مو مضطر ما طلبها يا افتكار. استاذ هلا اذا اجيت انا وتدخلت بشغلك بتزعل ولا ما بتزعل؟ بس انا المدير. وانت عيني المدير لازم يهتم بالنظام وخاصه النظام مكتبه. ممكن تقلي وين سكرتيرتك شوايه الدرا؟
مو هون؟ ليش انت كانت هون لحتى تكون هون؟ مشان هيك المدير لازم يهتم ما يكون في تسيب بإدارته، لأنه إذا سألوني فوق ليش الفوضى؟ بقدر قلن المدير هيك قال؟ شبك أستاذ ما ترد؟ شبه ربط لسانه؟ أنا بالنسبة لي تصطفله، المهم ما تتطور الأمور بيناتكم. تتطور تتطور، أصلاً هلأ في شيء اسمه نظام عالمي جديد، قصدي نظام خدمة، واللي معه حق مبين أستاذ. أنا خلصت حكي يا افتكار. وأنا عن إذنك يا أستاذ. إذنك معك يا روح. هلأ أنت ليش هيك دائماً بتخجلني أستاذ؟ لا تأخذني، أنا رفعت عليك صوتي شوي، بس أنا عم عاني من شوية اضطرابات. عن إذنك أستاذ. الله يقطع عمر هالمصلحة، صار مين ما كان بده يتحكم فينا ويعطينا دروس. يا سميرة تضربي، عمرك ما تيجي. شو هذا اللي دعشه بمناخيرك أنت الثاني؟ لا مو معقولة أنت يا افتكار على هالسؤال السخيف. مانك شايفتيني شو حاطت مناخيري؟ مانك شايفه اني مزكم وانه مناخيري مصطومه وما عم بقدر بتنفس وعم خن؟ حاطت فيكس مشان تفتح مناخيري. يبعت لي حمه، مفكرتك هيك طبيعي وكاله. لا ماني طبيعي، ماني وكاله واكل رعبه بزماني. صحيح اتصل سعيد على غرفه ياسر، قال ما بيحسن يجي اليوم لانه ولاده اثنين صاروا بالحبس، ولاده اثنين مو الواحد. يا الله لا يجيب الغلا، طبعا لمين بدهم يطلعوا؟ فرخ البط عوام. لا عدم المؤاخذه. إذا بتريني افتكار أنا بخالفك الرأي، يعني سعيد حساس وكويس كتير ومش هتلو بحسن سلوكه. قدام الناس قدام الناس، بس هو حلس ملس سلال مثل حية تحت التبن. بس أنا شخصياً ما شفت منه إلا كل خير. أنت مفكره هيك، بس هو واحد سلمل مو مخلي حدا من شره. مش دخلك شو عامي؟ رافع فيني تقرير. إذا المدير قال لك لا تصدقي، لأن المدير سلمل اسمه أكثر منه. مو المدير قال لي ومو للمدير التقرير، ما له علاقة بالوظيفة. لكن لمين ومخصوص ايش؟ شفت الحكي يلي كنا عم نحكيه هداك نهار؟ اي حكي؟ عن موضوع الرسائل اللي عم توصل مفتوحة. ايه؟ كله حرفيا واصل، سعيد كاتبه بالحرف. لوين واصل؟ عادة لوين بيوصل الحكي؟ على بطل من هذا الزمان.